είμαστε. مساء أجمل وأحلى وأطيب تونس في العالم. أنا لازم تعرف أن اللحظة اللي بغادر فيها دائما تونس الخضراء بكون عم بحلم العودة إليها مجددا. وهذا كلام صدقا صادر من صفحي قلبي لأنه نحب لبناتنا وهذا المجهود بتعمل دائما معانا حتى نلتقي في كرتاج وفي اي اماكن اخرى على مرار التونسيه. هذا بالنسبه لي مصدر حب كبير و يعني شغل كبير في حياتي. انا اشكركم فردا فردا